إذن شكرا لك محمد الساحلي. مشاهدينا نحن مستمرون معكم في هذه التغطية من الميادين لتطورات ملحمة طوفان الأقصى وهذه التحركات والتظاهرات في أكثر من بلد عربي وغير عربي تضامنا مع فلسطين. للمزيد من غزة وآخر التطورات هناك ينضم إلينا مراسل الميادين أكرم دلول. أهلا بك أكرم، إذا ما الجديد وما التطورات الأخيرة؟ نعم ألاء، يعني الجديد للأسف الشديد لم يعد جديد أمام هذا التغول الإسرائيلي وسباحة دماء الأبرياء هنا في قطاع غزة. المشاهد حقيقة صادمة كانت هنا للتو، حيث عشرات الشهداء والجرحى وصلوا من جراء قصف الاحتلال بناية سكنية في منطقة أبراج، يعني أو منطقة بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة. وهذه المنطقة بالتأكيد يعني تحيط بها عدد كبير من الأبراج السكنية التي تحوي مئات العائلات الفلسطينية، وهي أيضا من المناطق التي يزعم الاحتلال أنها مناطق آمنة. حقيقة لا مكان آمن في غزة، الكل في دائرة الاستهداف الإسرائيلي سواء. المشاهد كانت صادمة وصعبة وحقيقة تنم عن وحشية محتلة يعرف للإنسانية معنى، هذا المحتل الذي يعني يتحلى بهذا الغطاء الدولي لارتكاب هذه المذابح والمجازر بحق الأبرياء. مزيد من العائلات الآن تأتي لمحاولة التعرف على أبنائها الشهداء. هؤلاء بالتأكيد يعني الآن يسجون داخل هذا المكان، لم تعد يعني ثلاجات الموتى هنا تكفي للأعداد الكبيرة من الشهداء، وأيضا لم تعد المشافي تكفي للأعداد الكبيرة من الجرحى والمصابين. نتحدث عن كارثة ونتحدث عن مجزرة ومحرقة إسرائيلية. فقط هم يعني الأطفال من يعني يشكلون بنك أهدافها. هناك يعني القصف الإسرائيلي الذي وقع وأشرت إليه قبل قليل في بلدة الزوايدة شمال قطاع وسط قطاع غزة، يأتي هذا القصف بعد دقائق فقط من قصف عدواني آخر استهدف منطقة المغراقة وسط قطاع غزة، تحديدا إلى الشمال من مخيم النصيرات. وهناك أيضا عدد من الشهداء والجرحى وصلوا إلى هذا المكان. حقيقة يعني كل الكلام يعجز عن التعبير عن شعور الأهالي الذين يودعون يعني بعضهم البعض أمام حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل. شهيد في غزة يودع شهيد، مسعف يودع مسعف، وعلى هذه الشاكلة تمضي الأوضاع في ظل هذه يعني المحرقة التي تمارسها إسرائيل بحق المدنيين الأبرياء. في شمال قطاع غزة قبل قليل كان هناك قصف إسرائيلي عنيف بالقرب من أبراج المخابرات وكذلك شمال بلدة بيت لاهيا، وكذلك أيضا هناك سلسلة مجازر حقيقة لم تعد الذاكرة تحتمل أن يعني تحصرها أو ترصدها ارتكبتها قوات الاحتلال خلال ساعات الصباح وحتى اللحظة. بعضها راح يعني ضحيته العشرات من الشهداء كما جرى قبل قليل وكذلك كما جرى شرق بلدة جبل شمال قطاع غزة. وطبعا نعود إليك أكرم للوقوف عند كل التطورات. والآن نرحب بضيفنا رئيس مجموعة النبأ للدراسات الاستراتيجية الأستاذ هاشم الكندي، حضرتك معنا من بغداد، أهلا ومرحبا بك. بغداد شهدت الكثير من التظاهرات والتحركات منذ مساء الأمس، ولعل أبرزها تركز أمام المنطقة الخضراء. كيف توصف الموقف الشعبي العراقي اليوم مما يجري في غزة؟ الشعب العراقي كما الدولة العراقية في حالة حرب مع الكيان الإسرائيلي، وأيضا واجه الاعتداءات الإسرائيلية بشكل مباشر. يبدو أن هناك خلل في الاتصال مع الأستاذ هاشم الكندي، نعود إليه فور جهوز الاتصال. والآن إلى جنوب لبنان مع مراسل الميادين محمد الساحلي. محمد أهلا بك، تطورات متلاحقة في المنطقة الحدودية بين لبنان وفلسطين المحتلة، كيف يمكن تلخيص آخرها؟ محمد الساحلي هل أنت معنا؟
إذن هذه المشاهد مباشرة من جنوب لبنان، هذه المنطقة الحدودية التي شهدت في الساعات والأيام القليلة الماضية الكثير من التطورات. وفي آخر التطورات بيان أصدرته المقاومة الإسلامية في لبنان، أفادت فيه بأن مجموعة الشهيدين محمد طحان وأحمد قصاص هاجمت ظهر هذا اليوم الأربعاء مركز تجمع لجنود الاحتلال ومنظومة مراقبة واستطلاع في تلة الاضحيات جنوب المنارة بالصواريخ الموجهة، وأوقعت فيها عددا من الإصابات بين قتيل وجريح. وقبل ذلك كانت مجموعة الشهيدين إبراهيم حبيب الدبق وعلي عدنان شقير في المقاومة الإسلامية في لبنان قد هاجمت مواقع جل العلام وثكنت زرعيت وموقع البحري الواقع مقابل رأس النقورة بالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة، وذلك بالطبع وفق بيان صادر عن المقاومة الإسلامية. بالإضافة إلى ذلك كان قد نشر فيديو لاستهداف مجاهدي المقاومة الإسلامية عصر أمس الثلاثاء تجمعا لجنود الاحتلال في موقع راميا عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بالصواريخ الموجهة، حيث أوقع عددا من الإصابات المؤكدة بين قتيل وجريح. إذن هذه التطورات كلها في المنطقة الحدودية بين لبنان وفلسطين المحتلة بالتوازي مع كل ما يجري من تطورات في غزة، ولعل أبرزها بالأمس كان مجزرة المستشفى الأهلي المعمداني. وعن هذه التطورات نسأل ضيفنا المطران عطلة حنا رئيس أساقفة صبصية للروم الأرثوذكس في القدس. سيادة المطران حضرتك معنا من القدس المحتلة، أهلا ومرحبا بك، وتعازينا بالطبع لكل الشعب الفلسطيني بكل هذه المجازر التي نشهدها أمام عدسات الكاميرات. بداية كيف تعلقون على ما جرى بالأمس وعلى المشاهد من المستشفى الأهلي المعمداني؟ شكرا لكم على هذا الجهد المبذول وعلى هذه التغطية المميزة. حقيقة ما حدث يوم أمس من قصف ومن اعتداء على المشفى الأهلي التابع للكنيسة الإنجيلية في غزة، هذه مؤسسة مسيحية عريقة تخدم شعبنا الفلسطيني في غزة منذ أكثر من 100 عام، والاعتداء الهمجي الذي حدث على هذه المؤسسة وعلى هذا المشفى إنما هي جريمة نكراء بكل ما تعنيه هذه الكلمة. وهذا الاعتداء إنما يندرج في إطار ما يتعرض له قطاع غزة بشكل عام، حيث تقصف غزة كلها، الأبنية تقصف على من فيها، هنالك آلاف الشهداء، هنالك الكثير من الجثامين المطمورة تحت الأبنية والتي لم يتم الوصول إليها حتى الآن، ولربما هنالك أيضا أحياء. هنالك حالة في غزة حقيقة حالة يندى لها الجبين ولا يمكن أن يقبلها أي إنسان عنده قيم وعنده أخلاق وعنده مبادئ. أنا أعتقد وأعتقد بأنه يشاطرني في هذا الاعتقاد الكثيرون بأن ما يحدث اليوم في قطاع غزة إنما هي جريمة حرب، إنما هي تصفية عرقية لشعب أعزل، ومؤامرة هادفة لتصفية القضية الفلسطينية. ما يحدث في غزة اليوم لا يمكن اختزاله فقط بكلمة حرب أو عدوان، إنه أخطر من ذلك بكثير، إنه مخطط هادف لتصفية قضيتنا الفلسطينية والنيل من عزيمتنا وإرادتنا. ولكن الفلسطينيون جميعا حيثما كانوا وأينما وجدوا ومعهم الأحرار من أبناء أمتنا العربية وكذلك أصدقائنا في مشارق الأرض ومغاربها. سيادة المطران
عذرا على المقاطعة، وتفضل بالبقاء معنا رجاء، يعني الحديث يجب أن يطول معك أكثر، ولكن اسمح لي أن ننتقل مباشرة إلى كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن في ختام زيارته إلى تل أبيب. ولكن أيضا علينا أن نطرح الأسئلة الصعبة، نحتاج أن نكون واضحين حيال الأهداف وأن نقيم الطريق الذي قد يقودنا إلى هذه الأهداف. الغالبية الكبرى من الفلسطينيين ليسوا حماس. حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني. حماس تستغل الأسر البريئة وتستعملها كوجود بشرية، وتستعمل المناطق الآمنة أيضا، ويعاني الشعب الفلسطيني من جراء ذلك. ونرى خسارة حياة الفلسطينيين. أنا صدمت مما حصل أمس في مستشفى غزة. ووفق المعلومات التي وصلتنا اليوم، يبدو أن ذلك كان نتيجة صاروخ أطلق خطأ من غزة. أمريكا من دون شك ومن دون تردد تدعم حماية حياة المدنيين، وأنا أتعاطف أيضا مع الأسر الذين تعرضوا للإصابة أو الذين توفى أحد أعضائهم من جراء هذا الحدث. ونحن نريد أيضا نقل المساعدات الإنسانية إلى المواطنين في غزة. طبعا ستكون هناك تفتيشات، وطبعا المساعدات ستوجه إلى المدنيين وليس إلى حماس. علينا أن نبدأ بنقل المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة، وسيكون واضحا. لو سرقت حماس المساعدات ستبرهن أنها لا تهتم بالشعب الفلسطيني. ونحن نتعامل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها كبرنامج الغذاء الدولي، وكذلك مع السلطات المصرية لنقل هذه المساعدات في أقرب وقت ممكن، وأطلب من إسرائيل بسماحي وكل المسؤولين بسماح للصليب الأحمر زيارة المحتجزين. وأعلن أيضا اليوم عن 100 مليون دولار لمساعدات إنسانية لغزة والضفة الغربية. هذه الأموال ستدعم أكثر من مليون فلسطيني تأثر بالصراع، خاصة أيضا الحاجات الملحة في غزة. أنتم دولة يهودية ولكنكم أيضا ديمقراطية، وكأمريكا لا تتبعون قواعد الإرهاب بل قواعد القانون. وحتى أيام الصراعات تحترمون قانون الحرب. نحن نؤمن بكرامة حياة كل إنسان من إسرائيليين وفلسطينيين وعرب ويهود ومسلمين ومسيحيين، ولا يمكننا أن نتخلى عن ما نحن عليه. لو تخلينا عن ما نحن عليه يفوز الإرهابيون، ولا يمكن أن ندعهم ينتصرون. إسرائيل هي دولة مرت بالكثير من المآسي، ولكنها دولة قوية ودولة صلبة. عندما نقرأ عن موت النبي موسى وخسارته بالنسبة لوطن كبير، ولكن رسالته وتعاليمه استمرت لدى الشعب اليهودي وشعوب أخرى، وكذلك ستكون ذكرى من تحبون. أتكلم عن موت النبي موسى. عندما تقرؤون أيضا التوراة منذ البداية في الأعياد اليهودية، تقرؤون أيضا عن يوم التكوين. عندما نضرب نقف مجددا ونبدأ مجددا، وعندما نواجه المآسي والخسائر علينا أن نتذكر من نحن. نحن جميعا بشرا خلقنا على وجه الله بكرامة وإنسانية وهدف. وفي أيام الظلماء يجدر أن نجد النور والأمل، وأنتم تلهمون العالم، وهذا ما يريد أن يدمره الإرهابيون.
هذا ما يريدوا أن يدمرونه لأنهم يعيشون في الظلمة، ولكن أنتم لا، إسرائيل لا. الدول كإسرائيل وأمريكا لديها ضمائر، وهي لا تقاس بقوتها بل بقوة المثال الذي تقدم. لذلك علينا أن نستمر في السعي إلى السلام وإلى طريق يؤدي إلى تعايش أمني وكريم وسليم للشعبين الإسرائيلي والفلسطينيين، وهذا بالنسبة إلي يعني حل الدولتين. علينا أن نستمر بالعمل من أجل اندماج أفضل لإسرائيل مع جيرانها. هذا هو ما أنا مصمم على إنجازه، وأنا هنا لأقول إن الإرهابيين لن يربحوا، الحرية ستسود. وختاما أعود إلى ما بدأت به، إسرائيل أنتم لستم لوحدكم، أمريكا تقف إلى جانبكم. قلت هذه القصة وسأكررها، قلتها منذ 50 عاما، كنت مع جولدا مائير في مكتبها رئيس الوزراء الإسرائيلية، وكان إلى جانبي شخص آخر أصبح لاحقا رئيس الوزراء قبل حرب اليوم كيبور، وكانت تتكلم عن سوء الأوضاع، ثم قالت لي هل تريد صورة؟ فنظرت إليها ووقفت وخرجنا إلى الممر من المرمر، ووقفنا إلى جانب بعضنا البعض، وقالت لي من دون أن تنظر إلي: لماذا تبدو قلقاً السيد السناتور بايدن؟ وقلت لها: طبعاً أقلق. وقالت: لا تقلق سناتور، نحن الإسرائيليون لدينا سلاحاً سرياً، ليس لدينا مكاناً آخر نتوجه إليه. اليوم أقول مجدداً لإسرائيل: أمريكا أيضاً ستبقى إلى جانبكم في هذه الأيام العصيبة، سنكون إلى جانبكم، وكذلك في الأيام الطيبة، لأن هذه الأيام ستعود. كما تقول بالعبرية، ولن أتكلم بالعبرية لأنني سيء جداً في اللغات، سأقول بالإنجليزية: شعب إسرائيل يحيا، شعب إسرائيل يحيا، وإسرائيل ستكون آمنة وديمقراطية ودولة يهودية اليوم وغدا وإلى الأبد. فليحمي الله كل من يعمل من أجل السلام، وليحمي الله من الذي يواجه المخاطر. شكرا جزيلا لك. إذن كانت هذه كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن في ختام زيارته إلى تل أبيب. بالعودة إلى سيادة المطران عطلة حنا، وعذرا على المقاطعة، بايدن عاد ليؤكد صدمته مما حصل أمس في المستشفى في غزة نتيجة ما اعتبره صاروخا أطلق بالخطأ من غزة. هذا الموقف قاله في بداية زيارته وعاد وكرره. كيف تعلقون على هذه المشاركة الأمريكية، ليس فقط في تبني السردية الإسرائيلية بل أيضا في صياغتها؟ يعني حقيقة نحن لا نولي الكثير من الأهمية لخطابات الرئيس الأمريكي وما يقوله الرئيس الأمريكي، لأننا نعلم أن هذا الرئيس كما ومن سبقوه أيضا والإدارة الأمريكية بشكل عام هي منحازة بشكل كلي إلى جانب الاحتلال. حقيقة يعني الجرائم المرتكبة بحق شعبنا لا يتحمل مسؤوليتها فقط الاحتلال، بل يتحمل مسؤوليتها أيضا أمريكا والمنظومة الغربية الداعمة لهذا الاحتلال والمؤازرة لهذا الاحتلال. وبالتالي نحن نعتبر الإدارة الأمريكية أنها شريك في الجريمة. طبعا يعني لم أسمع جيدا إلى الخطاب، ولكن بعض الكلمات المعسولة التي قيلت وكأننا أمام كلام حق يراد به باطل. حقيقة أمريكا هي شريك في الجرائم المرتكبة بحق شعبنا، وعلى فكرة المجازر ما زالت مستمرة، والقصف ما زال مستمرا، والشهداء ما زالوا يرتقون، وهنالك دمار هائل في غزة. أنا أود حقيقة أن أنتهز هذه المناسبة بأن أوجه نداء حارا من خلالكم
إلى كل المرجعيات الدينية الروحية المسيحية، أنا أخص المرجعيات الروحية المسيحية ومن كل الكنائس. طبعا نحن نشكركم على صلاتكم من أجل السلام، ونشكركم على إضاءتكم للشموع، ولكن هذا كله لا يكفي، لا يكفي إذا لم يكن مقرونا بمواقف واضحة منددة ومستنكرة لهذه المجازر ولهذا الإرهاب المنظم بحق شعبنا الفلسطيني. لا يكفي أن نصلي من أجل السلام، ولا يكفي أن نضيء شموعا من أجل السلام إذا لم تكن هنالك مواقف جريئة وقوية، حتى وإن أزعجت جبابرة هذا العالم وحكام هذا العالم. إذا لم يقل رجال الدين الكلمة الحق التي يجب أن تقال، من الذي يجب أن يقول؟ نحن نتمنى من كل هذه المرجعيات الدينية ومن كل الأديان والمؤسسات الحقوقية والإنسانية أن يلتفتوا إلى أهلنا في غزة وإلى أهلنا في كل فلسطين، في الضفة الغربية وفي القدس بنوع خاص. طبعا اليوم نحن نتحدث عن غزة المنكوبة، غزة التي تتعرض للقصف، ونطالب بوقف هذا العدوان، وقف هذا العدوان حقنا للدماء ووقفا لهذا الدمار والخراب. بالطبع أعود إليك سيادة المطران عطل حنا، ولكن اسمح لي نظرا للتطورات الميدانية في المنطقة الحدودية في جنوب لبنان أن أذهب إلى مراسلنا محمد السحلي. يعني نحن نرى الدخان يتصاعد من بعض المواقع ونسمع أصوات القصف. نذهب إلى علي مرتضى إذن. نعم الدخان علي، نعم الدخان، تسمعين ربما أصوات القذائف الإسرائيلية التي تسقط في خرائط. الآن هناك استهداف مباشر باتجاه موقع الرادار، نراه أمامنا، نرى الصاروخ مباشرة كما ترون، استهداف مباشر الآن يتم. يا غسان حط الصورة على الموقع ما المعروف علي، وتسمعون الآن هذه الصواريخ هي صواريخ اعتراض جوية، صواريخ الباتريوت ربما التي تطلق. يعني دعيني قبل 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 أن أؤكد، نعم تسمعين أصوات الاشتباكات الآن التي تسمع الآن. دعيني أقول ماذا حدث. سمعنا أصوات ضرب باتجاه موقع الرادار، من بعدها قامت القوات الإسرائيلية اشتباكات، تسمعين تمشيط لاشتباكات، الصوت واضح، الاشتباكات وقامت القوات الإسرائيلية، نعم قامت القوات الإسرائيلية أو قوات الجيش الاحتلال الإسرائيلي بضرب أسفل موقع الرادار في شمال بلدة الماري أو إلى الشرق من قرية كفر شوبة. هذا التمشيط جاء بعد استهداف، أعتقد يعني قد يكون استهداف لموقع الرادار لم نراه، ولكن قبل قليل كما رأيت هذه الصواريخ التي أطلقت، لا أستطيع تحديد نوعيتها صراحة، ولكن رأيناها بأم العين تطلق من المناطق اللبنانية باتجاه المواقع الإسرائيلية في تلال كفر شوبة، وتسمع أصوات سقوط أيضا هذه القذائف خلف تلال كفر شوبة واضح، وهيأتي ذلك بعدما أيضا جاءت الأخبار من عند الإعلام الإسرائيلي وأكدت أيضا من الناحية اللبنانية باستهداف داخل مستوطنة المطلي، حيث قام أيضا جيش الاحتلال بقصف المناطق المحاذية للمستوطنة. تأتي هذه الاشتباكات وهذه الضربات يشتعل القطاع الشرقي بعدما أيضا كان هناك عمليات عدة عسكرية استهدفت المواقع الإسرائيلية في القطاع الغربي، وكما يعني أتت هذه المواجهات مباشرة بعدما تم دفن الشهداء في المقاومة الإسلامية. ربما ترين سحب الدخان التي تغطي المناطق اللبنانية يعني نتيجة القصف الإسرائيلي على خراج إذن بلدة الماري ومرتفعات كفر شوبة من الناحية اللبنانية، ويستمر هذا القصف كما ترين على الهواء مباشرة.
طبعا هذه الاستهدافات ليست الأولى من نوعها في هذه المنطقة، هذه ثالث مرة تتعرض هذه المواقع للاستهداف. دائما ما تكون تفاصيل، يعني دائما ما تأتي هذه الاستهدافات وهذه القذائف الإسرائيلية بطريقة تمشيطية بالمدفعية لأسفل المواقع المتواجدة في تلال كفرشوبة. نتحدث عن موقع الرادار ورويسات العلم، وأيضا موقع ذهب عن بالي يعني اسمه الآن أذكره، ولكن ما يمكننا تأكيده حاليا بما نراه بأن التمشيط الإسرائيلي عنيف، التمشيط الإسرائيلي عنيف، فهناك واضح. طبعا الموقع الذي كنت أتحدث عنه هو زبدين. إذن نرى ثلاث مواقع، الرادار، زبدين، ورويسات العلم. هذه المواقع يتم تمشيطها الآن من قبل العدو الإسرائيلي، ليس تمشيط المواقع طبعا، ولكن تمشيط تلال كفرشوبة وشمال بلدة الماري بعدما تم استهداف أحد هذه المواقع بأسلحة صاروخية. لا يمكننا التأكيد ماهية هذه الأسلحة، طبعا دائما بانتظار تأكيد وبيان من قبل المقاومة الإسلامية التي أعلنت كل استهدافاتها في القطاع الشرقي. يمكن القول باختصار أن الجبهة اللبنانية الآن اشتعلت من النقورة التي تم استهداف في النقورة وصولا إلى تلال كفرشوبة ومزارع شبعة. تستمر الاستهدافات الإسرائيلية والتمشيط الإسرائيلي بقذائف المدفعية 155 ملي مترا كما ترون مباشرة بعدسة الميادين. وأيضا قبل قليل ربما رأيتم أيضا لك حتى الموقع فوق لمع، مو المعروف، خذ لي الصانع، لا الأولين اللي على اليسار، أيوة شفتوا لمع بس ما بدي استبق. نعم يعني قد يكون هناك استهداف لموقع الرادار، بس يعني لا أريد تأكيد هذا الموضوع لأنه بالعين المجردة لا أستطيع تأكيد، خصوصا بأن الطقس لا يساعد، ولكن بالتأكيد التمشيط الإسرائيلي بالتأكيد هناك استهداف للمواقع. يعني لا يمكن أن يحدث هكذا تمشيط بهكذا كثافة إلا أن يكون هناك استهداف للمواقع الإسرائيلية. يمكن القول أن هذه القذائف تسقط في المناطق الحرجية كما ترون، وهي مستمرة حتى هذه اللحظة. تحاول قوات الاحتلال دائما عندما يتم استهدافها في هذه المنطقة، يذكر بأن هذه المنطقة هي تلال كفرشوبة المحتلة طبعا، وهي مناطق لبنانية تحتلها إسرائيل. وعادة ما تطلق المقاومة الإسلامية بيانات بعد استهداف هذه المواقع من دون أن ترفق ذلك كرد، نسبة إلى أن العمل العسكري في هذه المنطقة هو عمل تحريري لأرض محتلة تعتبرها الدولة اللبنانية أرضا محتلة. تستمر هذه القذائف، نراها بعين الكاميرا وبعيننا طبعا، وتقترب شيئا فشيئا من أطراف بلدة الماري. ولكن بإمكان التأكيد بأن كل هذه القذائف بحسب ما نرى تسقط في المناطق الحرجية إذن، وذلك بعدما تم استهداف أحد المواقع المتواجدة في تلال كفرشوبة اللبنانية المحتلة. يعني واضح بأن سلسلة الاستهدافات التي بدأت منذ ما بعد، نعم علي، يعني تصلنا الآن معلومات بأن كل مواقع العدو بمزارع شبعة وتلال كفرشوبة استهدفت، وهذا ما أدى إلى هذا الجنون الذي نراه الآن عبر القصف المدفعي طبعا والتمشيط المدفعي. ترون هذه القذيفة أيضا التي سقطت على أطراف بلدة الماري أو ممكن القول مرتفعات كفرشوبة من الناحية اللبنانية المطلة، يعني على الناحية اللبنانية، وتسقط هذه القذائف
طبعا على المرتفعات، لا تقترب من المناطق السكنية على الأقل بما نراه. بإمكاننا التأكيد بأن هناك استهداف إذن للمواقع الموجودة في تلال كفرشوبة، وهذه المواقع هي الرادار، زبدين، رويسات العلم، كل هذه المواقع تستهدف عادة يعني، حتى لا أقول ما لم أراه، ولكن عادة حينما تستهدف هذه المواقع يتم إلحاق موقع بركة ريشي أيضا بهذه المواقع، لأنه طالما يعني لاحظنا هذا في بيانات المقاومة، ولكن لا تستطيع عدسة الكاميرا طبعا أن ترصد موقع بركة ريشي. ولكن ما نراه الآن يعني هذه القذائف التي كانت تسقط هو تمشيط إسرائيلي المناطق اللبنانية أسفل المواقع، وهو تمشيط أستطيع أن أصفه بأنه روتيني، لأنه كلما قصفت هذه المواقع تقصف هذه المرتفعات اللبنانية في مواجهة بلدة الميري كإجراء عسكري احترازي من قبل العدو الإسرائيلي في حال تم استهدافه مرة أخرى. بأم العين لاحظنا أسلحة صاروخية تطلق من الجهة اللبنانية باتجاه شمال فلسطين المحتلة بالتزامن مع سقوط القذائف الإسرائيلية. طبعا نحتاج إلى انتظار البيان أو المعلومات التي ستردنا من تلك المناطق حتى نستطيع أن نحدد، لأنه إذا كانت صواريخ كما رأيت أنا يعني إذا كانت صواريخ من الناحية اللبنانية فلا بد أن تسقط في شمال فلسطين المحتلة، فبالتالي ستأتي الأخبار طبعا من هناك. ولكن بالتأكيد ما نستطيع تأكيده على الأقل بأن المواقع الإسرائيلية المتواجدة في تلال كفرشوبة مزارع شبعة تعرضت لهجوم بأسلحة صاروخية وأسلحة مناسبة، ما أدى إلى رد العدو الإسرائيلي بتمشيط هذه المواقع، عفوا بتمشيط يعني المناطق المقابلة لهذه المواقع. بالطبع الآن يأتينا إنذارات من قبل العدو الإسرائيلي، وعلى ما يبدو هذه الإنذارات هي على الحدود مع لبنان، إنذارات في كريات شمونة، إنذارات في قذيفة تسقط الآن على أطراف بلدة الماري. إذن طبعا الإنذارات الإسرائيلية يعني جهاز الإنذار فعل في كفرج العادي، في مايان باروخ وفي كريات شمونة. بالمبدأ كريات شمونة يعني أكبر مستوطنة تم تفعيل فيها الإنذار، إذن يمكننا تأكيد بأنه هناك إطلاق صواريخ باتجاه هذه المستوطنات على الأقل بحسب الإعلام الإسرائيلي الذي فعل الإنذارات للمستوطنين. بالطبع سيطلب من المستوطنين النزول إلى الملاجئ والاختباء والرجوع لمسافة 5 كيلومتر. طبعا اليوم كان هناك قرار رسمي من قبل الحكومة الإسرائيلية أو الكابينت بأنه إفراغ الحدود اللبنانية حتى مسافة 5 كيلومتر. بالتالي هذه الاستهدافات تأتي في سياق وسلسلة الاستهدافات التي أطلقها حزب الله اليوم من الناقورة وصولا إلى مزارع شبعة وتلال كفرشوبة. بالطبع تبقى معنا علي مرتضى ونعود إليك فور ورود أي جديد، وكما نشهد هذه التطورات جنوب لبنان وهذا الرد سواء الشعبي أو حتى العسكري في لبنان، كذلك الأمر في العراق أليس كذلك أستاذ هاشم الكندي، حيث أفادت مصادر للميادين بأن التنظيم باسم تشكيل الوارثين المقاومة الإسلامية في العراق تبنت عمليات استهداف القوات الأمريكية في عين الأسد وفي حرير بكردستان العراق. إذن رد شعبي وأيضا عسكري من العراق، إلى أي مدى سوف يتطور هذا الرد؟ نعم، الموقف العراقي رسميا وشعبيا وموقف المقاومة الإسلامية العراقية الذي هو انعكاس موقف الشعب العراقي المطالب بنصرة الشعب الفلسطيني، وأيضا ضمن مبدأ وحدة الساحات والتظاهرات الشعبية التي كانت مستمرة. ويوم أمس كان هناك تظاهرة كبيرة في وسط بغداد
ارادت ان تصل الى السفاره الامريكيه، لان الشعب العراقي يدرك اليوم بان الفلسطينيون يقتلون بفعل امريكي، بتأييد امريكي وبغطاء امريكي وايضا باسلحه امريكيه وبجنود امريكي. الشعب الفلسطيني ومقاومته وحيدا في هذه المواجهة، ومن الطبيعي هنالك استهداف لعدو يغطي على جراح الكيان الإسرائيلي، وهذا العدو أيضا في حالة حرب العراقي ومارس العدو عليه سواء كان الأمريكي أو الإسرائيلي، فبالتالي كان حضور للمقاومة الإسلامية، ولعل الضربات التي وجهت هي فيها رسائل أيضا مهمة من ناحية الأسلحة الجديدة المستخدمة في ضرب القواعد الأمريكية، وأيضا بدقة وأيضا في نوعية الاستهداف من الأماكن التي انطلقت منها هذه الأسلحة، التي أيضا هي أدخلت ميدانات جديدة وأماكن جديدة في استهداف الأمريكان، وهو وعد كان قد وعدته المقاومة الإسلامية بأنها لن تترك المعتدين ومن يساندهم ومن يقتل الشعب الفلسطيني في مصالحه أو في أماكنه أو في قواعده يمارس العدوان. وجميع يعلم اليوم أنه الأمريكان دخلوا بالدعم المباشر والمساندة ودخلوا مناصرين للصهاينة، وما شاهدناه بخطاب ترامب بايدن عفوا يثبت هذا الشيء بشكل كامل. وبالتالي الحق الإنساني والحق الدولي يعطي لشعوب المنطقة أن تحارب المعتدين وأن تنصر الفلسطينيين، وهم ينطلقون من منطلقات أنهم يهود وليسوا دول أخرى، كما قال وزير الخارجية الأمريكي عندما جاء إلى إسرائيل قال بأنه ينطلق من كونه يهودي. وأيضا اليوم بايدن يقول بأننا في حالة واحدة وأننا ندعم إسرائيل بشكل كامل، وهو يعلم بإجرامهم، بل اليوم جاء ليدافع عنهم ويروج للرواية الإسرائيلية الكاذبة التي تريد أن تتهرب من جريمة سادية مثل قصف المستشفى في غزة يوم أمس. وبالتالي هذا الأمر أيضا يعطينا الحق وأيضا يعطينا الشرعية في أن نكون مع الشعب الفلسطيني في استهداف أعدائه ومن يستهدفه في كل مكان. واليوم كما يعلم الجميع بأن المقاومة الإسلامية ومحور المقاومة هو في تمكن كامل، وهو يختار سيد هاشم الكندي رئيس مجموعة النبأ للدراسات الاستراتيجية. وننتقل مباشرة الآن مشاهدينا إلى جنوب لبنان، على ما يبدو هناك تطور وتصعيد في القصف الإسرائيلي. إذن على ما يبدو علي القصف مستمر. نعم يستمر القصف ويقترب ويمشط يعني غرب شمال غرب بلدة الماري، هذه القرية التي تظهر مباشرة بعين الكاميرا. طبعا هذه القذائف تقترب من المنازل، قبل قليل كانت القذائف تستهدف المرتفعات ولكن الآن اقتربت من المنازل في بلدة الماري. تشاهدين تقريبا 4 إلى 5 قذائف سقطت هنا، نتحدث عن بلدة مأهولة قريبة من بلدة الخيام، طبعا إلى جنوب الخيام، وهي بلدة اشتهر اسمها مع لقربها من بلدة الغجر اللبنانية. بإمكان التأكيد بأن ما رأيت قبل قليل كان صواريخ بالفعل أطلقت باتجاه شمال فلسطين المحتلة، وقد أعلن العدو الإسرائيلي أو بالمعنى أعلن الإعلام الإسرائيلي سقوط هذه الصواريخ في مستوطنات شمال فلسطين المحتلة. طبعا بإمكاني أيضا التأكيد بأن المواقع العسكرية الإسرائيلية في تلال كفرشوبة ومزارع شبعة استهدفت مباشرة بأسلحة مباشرة صاروخية وأسلحة رشاشة، فقام بعد العدو بتمشيط مدفعي ومن بعده تم إطلاق صواريخ باتجاه شمال فلسطين المحتلة، ما فعل أجهزة الإنذار في تلك المناطق. من الملاحظ بأن لم يتم إطلاق صواريخ اعتراضية من القبة الحديدية، وهذه المرة الثانية التي تتعرض بها
مناطق شمال فلسطين المحتلة لصواريخ ولا تتفعل أنظمة الدفاع الجوي، لأن كنا نراها بأم العين. هذه قذيفة أخرى تسقط إذن على أطراف بلدة الماري. طبعا طائرات الاستطلاع الموجودة في المنطقة تراقب هذه الأحداث التي أو تراقب هذا القصف الإسرائيلي، وبالتالي القصف الإسرائيلي ويسمع صوت هذه الطائرات. إذن القذائف تسقط بالقرب أو في المناطق المحيطة من بلدة الماري. كنت أقول بأن بلدة الماري هي قرية مباشرة على الحدود، وهي متاخمة لقرية الغجر، يفصلها عنها سهل الماري. وقرية الغجر هي قرية لبنانية محتلة، نصفها هي لبناني، نصف لبناني، وهناك قسم لبناني منها وقسم فلسطيني، وقد احتل العدو الإسرائيلي القسم اللبناني منها. إذن هذه الاعتداءات الإسرائيلية أتت بعد استهداف مناطق شمال فلسطين المحتلة، ما أدى إلى تفعيل أجهزة الإنذار في فرج العادي والغجر والمنارة وكريات أشمونة. وبالفعل تم استهداف هذه المناطق التي تم استهدافها بواسطة الصواريخ إلى الداخل المحتل. إذن العملية التي وقعت هنا يمكننا اختصارها بالآتي: أولا تم استهداف مواقع تلال كفر شوبة بالأسلحة الرشاشة والصاروخية المناسبة، من بعدها قام العدو الإسرائيلي بتمشيط المناطق أسفل هذه المواقع من الجهة اللبنانية على أطراف بلدة الماري، ثم تم إطلاق صواريخ إلى فلسطين المحتلة، إلى المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة. طبعا أحاول أحاول أن أستطيع أن أحصل على هذا الخبر. على أي حال، طبعا سقطت هذه الصواريخ في المستوطنات الشمالية المحاذية لفلسطين المحتلة، من بعدها قام العدو الإسرائيلي بقصف مدفعي. استهدف أيضا التلال مرتفعات الماري والتلال أسفل مواقع الإسرائيلية في تلال كفر شوبة، ومن بعدها اقترب القصف بالقذائف المدفعية باتجاه بلدة الماري، لا سيما إلى الغرب من بلدة الماري على أطرافها. لاحظنا سقوط قذيفة بالقرب، قذيفة بالقرب من المنازل خلال طبعا الهواء وعلى الهواء مباشرة. إذن اليوم بإمكاننا القول بأن الجبهة اللبنانية اشتعلت من ناحية من الناقورة عند البحر وصولا إلى تلال كفر شوبة في القطاع الغربي. كل المواقع التي استهدفت في القطاع الغربي من موقع الناقورة البحري وصولا إلى نعم. علي، أعود إليك فورا ورود أي جديد، ولكن الآن من جديد إلى قطاع غزة مع أكرم دلول. أكرم، نحن نتابع كيف لا تزال تصل بين الحين والآخر حالات جديدة ما بين شهداء وجرحى إلى مختلف المستشفيات في غزة. كيف توصف لنا المشهد حيث أنت؟ نعم، هي حرب الإبادة بالتأكيد، ما زالت تشتد وتيرتها في هذه اللحظات كما هو الحال طيلة الأيام 12 الماضية. هناك مجزرة جديدة ارتكبت قبل قليل في دير البلح قريب من هذا المشفى، وحالة تأهب قصوى الآن داخل المشفى. يبدو هناك أعداد كبيرة من الجرحى والشهداء، خاصة وأن الاستهدافات والغارات الإسرائيلية تتم وسط الأحياء السكنية دون سابق إنذار أو دون أي رحمة من قبل هذا المحتل الإسرائيلي الذي ما زال يمعن في قتل الأبرياء. حقيقة هم نساء وأطفال كما لاحظت، والعدد الأكبر منهم صراحة هم أطفال. المشاهد قاسية هنا، الاحتلال الإسرائيلي المفلس ما زال يتخبط ويلقي بحمم قنابله المدمرة باتجاه الأطفال والنساء والمدنيين، يحاول أن يرمم صورته التي اهتزت أمام ضربات المقاومة الفلسطينية من خلال هذا التغول وسفك دماء الأبرياء في قطاع غزة. حقيقة وكأنه يوم القيامة في
غزة، هكذا الناس يقولون. يعني هم يعني غاضبون جدا من موقف العالم، يطالبون بلجم هذا العدوان الإسرائيلي الذي يحصد في طريقه أرواح المزيد من الأبرياء على مدار اللحظة. دير البلح هذه التي نتحدث عنها الآن والتي تتعرض يعني لليوم الرابع على التوالي لهذه المجازر الإسرائيلية، هي بالتأكيد ضمن ما يسميها الاحتلال يعني زاعما المناطق الآمنة. الشهداء هنا حقيقة يعني في أقل من ساعتين بالعشرات، تم استهداف يعني بناية في محيط أبراج النصيرات، وكان هناك شهداء، تم استهداف بناية في منطقة المغراقة وكان هناك شهداء، والآن تصل المزيد من سيارات الإسعاف وحتى سيارات يعني السيارات المدنية التي تشارك. هذه سيدة يعني حسب ما ألحظ، سيدة الآن يعني حسب ما ألحظ يأخذها الآن يعني طاقم الإسعاف، وكما أشرت حتى سيارات مدنية تشارك في عمليات أو محاولات إنقاذ الجرحى والمصابين، خاصة وأن الصواريخ الإسرائيلية تبدو مدمرة، هي أمريكية، قنابل يعني خارقة للحصون تستخدم وسط الأحياء السكنية، وبالتالي تحدث هذه الحالات من الشهداء والجرحى. نحن نتحدث عن قصف أحياء سكنية بأكملها، لم يعد القصف الإسرائيلي يستهدف بناية، وإن كنا يعني في الغالب نتحدث عن بناية، لكن الأضرار وحتى الشهداء والجرحى عادة ما يكون من المناطق يعني المجاورة ومن البنايات السكنية. شهداء يعني كما نلحظ يلفون على هذه الشاكلة للأسف الشديد على مرأى هذا العالم. إذن السيارات المدنية تشارك كما نتابع في يعني نقل الجرحى والمصابين. أصلاً سيارات الإسعاف لم يعد بمقدورها أن تتحمل هذه الأعداد الكبيرة في ظل هذا القصف الإسرائيلي الجنوني الذي يتزامن، والذي لا يستثني أيضاً هدف في أكرم قطاع سيارات غزة. الإسعاف، سؤال أكرم لكي نوضح المشهد، كنت قد ذكرت أن دير البلح تستهدف للمرة الرابعة أو لليوم الرابع على التوالي، نفهم من ذلك أن الاحتلال عندما يقصف منطقة لا يعني أن هذه المنطقة تحولت إلى منطقة آمنة، بل هو يعيد الكرة ويقصف من جديد ويرتكب مجزرة جديدة في المنطقة نفسها. يعني نحن نتحدث عن مناطق يعني يضلل الاحتلال العالم أنها مناطق آمنة. بالمناسبة الاحتلال دعا الناس للذهاب لهذه المنطقة، معظم هؤلاء هم من النازحين، تلاحظون شهداء وإصابات، يعني المشهد قاسي جدا. لا أعلم يعني عن أي نصر يتحدث الاحتلال الإسرائيلي، أو أي نصر الذي يمكن أن يوصله يعني أو يعني يصل إليه من خلال هذا التغول اللامحدود بدماء الأبرياء. نتحدث عن كل من يأتي من شهداء وجرحى، هم مدنيون، هم أطفال، هم نساء، يكونوا داخل منازلهم، بعضهم نزح من مناطق قصف الاحتلال فيها منازلهم، ولكنهم جاءوا إلى هذه الأماكن عند أقاربهم، وفي نهاية المطاف أبيدت عائلات بأكملها. وبالمناسبة فعلا أبيدت عائلات بأكملها من العائلات النازحة، أقصد التي يعني شردت من منازلها شمال غزة وفي مدينة غزة، وجاءت إلى هذه المنطقة الوسطى والجنوبية، ولكنها كانت في عرضة الاستهداف الإسرائيلي. يبدو أن إسرائيل ماضية في هذا الإرهاب أمام هذا الغطاء الأمريكي وهذا الغطاء الدولي، وللأسف الصمت العربي كما يقول الفلسطينيون، الصمت العربي على المستوى الرسمي، يبدو أنها متغولة أكثر بدماء الأبرياء في كل مكان. يعني تكاد الكاميرا لا يمكن أن تصف إلا جزء يسير من المشهد الذي يجري الآن في قطاع غزة. وبالمناسبة هذا نموذج مصغر وهو في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، لك يعني أن تتخيلي كيف يمكن أن يكون المشهد في باقي مشافي قطاع غزة. نتحدث عن مجازر لم تتوقف حتى منذ المحرقة التي ارتكبتها إسرائيل، والمذبحة التي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى بعد قصف مشفى الميداء أو المعمداني الواقع وسط مدينة غزة. والآن إسرائيل تعيد الكرة مرة ثانية بالتزامن مع زيارة بايدن، وبالتأكيد هذا ينم على أن إسرائيل ماضية في هذا التغول بحق الأبرياء. وبالمناسبة القصف لم يبعد عنا كثيرا، وكان في منطقة قريبة من المشفى في دير البلح، وإسرائيل يعني استهدفت خلال الفترة الأخيرة أكثر من مشفى بشكل مباشر أو محيط هذه المشافي. برنوا عليك
يعني أكرم، إسرائيل تضع أهل غزة أمام خيارين، إما أن تبقى في منزلك وتقصف وتموت هناك، وإما أن تذهب إلى ما أسمته مناطق آمنة وأيضا تموت هناك. يعني ما من مفر؟ لا مفر أمامهم سوى الصمود يعني على أرضهم. بالمناسبة نحن نتحدث عن نازحين، هؤلاء النازحين يعني ما زال عدد كبير منهم في مدارس وكالة الأونروا في مدينة غزة وشمالها، لم يستسلموا يعني تحذيرات الاحتلال أو تهديداته بقصف مناطقهم السكنية، وبالتالي بقوا في منازلهم وما زالوا في كل يوم يعني يدفعون الثمن من دمهم نتيجة هذا الإرهاب والعدوان الإسرائيلي. كذلك هناك نازحين فقدوا منازلهم التي دمرتها آلة الحرب الإسرائيلية، تحديدا في منطقة شمال قطاع غزة على غرار بلدة بيت حانون. هذه المناطق هي قريبة من السياج الفاصل، عادة ما تتعرض للقصف المدفعي الإسرائيلي العشوائي، وبالتالي هذه العائلات بعضها جاء إلى مراكز الإيواء هنا في المنطقة الوسطى وجنوب قطاع غزة يعني كمناطق تحدث الاحتلال وزعم أنها آمنة، وبعضهم جاء يعني ليقيم عند أقاربه، ولكن النتيجة كانت صادمة، مزيد من الإرهاب والقتل والملاحقة من قبل إسرائيل. ابقى معنا أكرم لو سمحت، أعود من جديد إلى علي مرتضى. علي، كيف يبدو الوضع الآن وكيف يمكن تلخيص التطورات الأخيرة لو سمحت؟ نعم، يعني بالتطورات أو بالبداية دعينا نلخص ماذا حدث بالعملية العسكرية هنا أمامنا والتي ظهرت بعين كاميرا الميادين. تم استهداف موقع رويسات العلم بصواريخ موجهة وأصابته إصابات دقيقة استهدفت فيه مختلف يعني سوف نعلم بالتحديد ما هو الهدف الذي استهدف فيه بعدما تعلن المقاومة الإسلامية في بيانها. ما نستطيع نؤكده بأن المقاومة الإسلامية هي من تقوم بهذه العمليات، يعني حزب الله ومن يقوم بهذه العمليات، وقد استهدف موقع رويسات العلم بالأسلحة الصاروخية الموجهة، واستهدف باقي المواقع في مزارع شبعة وتلالك فرشوبة بالأسلحة الرشاشة المناسبة. يذكر بأنه هذه الأراضي هي أراضي لبنانية محتلة، والبيان الوزاري التابع للحكومة اللبنانية منذ أعوام يعني يتبنى العمل المقاوم لتحرير هذه الأراضي اللبنانية. تلالك فرشوبة إذن هي أراضي لبنانية محتلة، وهذه العمليات تأتي في سياق تحريري، وهذا ما نستشف دائما من البيانات التي يطلقها حزب الله حينما يقوم بعمليات عسكرية هنا في هذه المنطقة، إذ لا يعطي سبب أو مبرر كون هذه العمليات مبررة بحد ذاتها ومبررة بحد ذاتها كون أرض لبنانية محتلة، ومغطاة طبعا ببيان وزاري لكل الحكومات المتعاقبة التي أتت إلى لبنان. في الأحداث الميدانية في هذه المنطقة طبعا فعلت أجهزة الإنذار في المستوطنات الشمالية، وكذلك قامت المدفعية الإسرائيلية بتمشيط مرتفعات بلدة الماري إلى الشرق من بلدة كفرشوبة والمناطق أسفل مواقع الإسرائيلية في هذه المنطقة. يأتي ذلك في سياق استهدافات متكررة ومتزامنة من القطاع الشرقي صوب النقورة وصولا إلى القطاع الأوسط وأقصى القطاع الغربي هنا في تلال كفرشوبة. هذا هو ملخص ما حدث حتى هذه اللحظة. واضح نعم. بأن الجبهة اللبنانية كما بالأمس اشتعلت أيضا من شرقها إلى غربها. شكرا جزيلا لك مراسل الميادين علي مرتضى، كنت معنا من جنوب لبنان. والآن بالعودة إلى الزميل أكرم دلول. أكرم، على ما يبدو واضحا في الصورة لا تزال الأعداد ترتفع، يعني أعداد الجرحى والشهداء التي تصل إلى المستشفى حيث أنت، أليس كذلك؟ أكرم، هل تسمعنا؟ إذن نتابع مشاهدينا في هذه الأثناء وصول سيارات مدنية وسيارات إسعاف تحمل جرحى وشهداء نتيجة قصف إسرائيلي، عدوان إسرائيلي جديد على منطقة دير البلح. هناك ما يشبه مجزرة، لا بل هي مجزرة في دير البلح، هذه المنطقة التي تتعرض لليوم الرابع على التوالي لقصف إسرائيلي مركز. إذا نتابع في هذه الأثناء وصول المزيد من الجرحى.
إذا مشاهدينا مع هذه المشاهد نصل إلى ختام هذه الساعة من تغطية الميادين المستمرة لتطورات ملحمة طوفان الأقصى، ستكون معكم في الساعة المقبلة الزميلة وفاء سرايا. مرحبا وفاء.